تلعماد اخو شقيق الفقيد اللاعب محمد الفكهاني. اخوك كبير اهو. اتفضل، اتكلمنا عنه، كان عامل ايه في البيت وكده؟ في الدنيا في الحياه يعني. محمد معاكم كان في البيت، هو الكبير ولا الصغير؟ لا اصغر مني انا. كان بره بقاله وحنين طيب تقريبا، وعمره ما زعل حد. وبر بالناس وكويس محمد كان متجوز؟ خير. معاه ولاد؟ معاه توأم. توأم قد ايه سنه تقريبا؟ 11 سنه. 11 سنه كان اسر وقام. كان متعود يلعب في الملاعب بعد ما اعتزل؟ هو بيلعب عنده اكاديميه. في وسط الاسبوع بيلعب مثلا ماتشين في وسط الاسبوع على اساس يحافظ على اللياقه البدنيه بتاعته. تمام. الحاج والحاجه عايشين ولا؟ لا الحاجه متوفيه. والدته متوفية. انما والده موجود يعني. موجود. تمام. هو يعني فقيد، مش هقول لك بنسيب بس، ده فقيد مصر كلها محمد يعني. الحمد لله. كان محبوب من الناس كلها الله يرحمه. كسبه من الشهداء. شفت حضرتك الجنازه بتاعته النهارده، محبوب من الدنيا كلها الحمد لله. عمره زعل حد ولا عمره اذى حد، وخير وخير مع الناس كلها. لو عملت لو زعلته ودخلت عليه تلاقيه يتبسط طبعا وبيحب يقرب الناس لبعضها ويصالحها، عمروش بيعمل حاجه تزعل الناس. فعشان كده النهارده شايف الناس يعني الحمد لله كتير. ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. ورب صبرنا جميعا يا رب. امين يا رب العالمين. شكرا كابتن. عرفني اسمك. اسامه. صدق محمد الفكهاني. تمام. حضرتك صديقه في الملعب ولا ابن الحته؟ لا منطقه وصعب الطفوله والمدرسه من زمان يعني. عشره عمر انا قبل ما يلعب. اتكلمنا عن اخلاق الكابتن محمد الله يرحمه. كان احسن حد زي ما قال اخوه مدني، مهما كان الزنيز هو اللي كان يصلحنا على الموضوع. ما كانش يقعد نعاتب بعض، كان الضابط ما يستعناش منه على زمان. يعني الله يرحمه. يعرف حاجه اسمها زعل ولا كان كانش فارق معاه انه لعب في بطوله جد. كان هو محمد قبل ما لعب. متواضع دايما. متواضع. انا افتكر ان مره والدي جاني قال لي محمد شافني وانا واقف مش واقف، نزل من العربيه سلم سلام غير ما ياخد باله منه. نزل خدنا في الحضن وسلم علينا ويجي لنا البيت ونروح عنده قد مش الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا كابتن. عرفنا نفسك. انا كابتن توني عثمان، عضو لجنه الحكام ورئيس لجنه الشبان المسلمين ورئيس جمعيه الشبان المسلمين. طبعا النهارده بني سويف يوم حزين جدا. محمد كان بدا في نادي الشباب المسلمين، وبعدين راح نادي بني سويف، وبعدين راح بتروجيت، وبعدين راح اتحاد الشرطه، وانضم للمنتخب مصر مع كابتن حسن شحاته. أيوة. وانضم للمنتخب العسكري. محمد كان من اللعيبه اللي بيمتازوا بالاخلاق وكان بيمتازوا بالاداء المتميز. صعب جدا محمد يتكرر، لذلك النهارده جنازته كانت مهيبه جدا. وانا لسه جاي دلوقتي من واجب العزاء وشايف التاثير على كل بني سويف. محمد كان بيسكن في هذا الشارع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي قبل ما يتنقل للمكان اللي اتجوز فيه. يعني محمد اتولد في الشارع ده، وهو انا كنت بعتبره محمد ابني، وكنت دايما ناصح امين لي. ويمكن سبب انطلاقه هو انا لما اعطيته استغنى من نادي شبان المسلمين. فيمكن عزائي لكل الاسره الرياضيه، عزائي لاسرته، عزائي لنادي بتروجيت وكل الانديه اللي لعب فيها محمد. ولكن لا نقول الا ما يرضي الله، لله ما اعطى ولله ما اخذ، وكل عنده بقدر. شكرا.